في هذه الفقرة راح يكون موضوعنا حلو، اللي هو وجود التوائم في أي عيلة له طعم ثاني كده، له طعم خفيف ظريف لذيذ كده، خصوصا إذا كانوا التوائم هذول في مطابقين في الشكل وخارجين من بويضة واحدة. وهذا الموضوع خلى ناس كثير تتساءل كيف ممكن أجيب توائم وبطريقة أو بأخرى. هذا التساؤل يا أسرار هو الموضوع اللي حنتكلم فيه اليوم بطريقة علمية مع الدكتور اللي نورنا اليوم، دكتور فواز إدريس، استشاري النساء والولادة في المركز الطبي بجدة. يا هلا والله، اهلا وسهلا. نورت يا دكتور. انا حاسس اني قاعد مع توأم برضو بس غير متشابه. حقيقي لسه انا بقول لك يعني من وراء الكواليس الموضوع جدا يحمس، خاصه ان انا من الناس اللي من جد احب التوائم، فيعني ابغى اعرف يعني يعني سمعنا اشياء منك قبل الفقره بس يعني نبغى نعيدها مره ثانيه. هذه كلام نتكلم فيها ثاني. لا نتكلم فيها، هي بالذات حنتكلم فيها ثاني. ماشي. طيب دكتور ابغى اعرف كيف يحدث انه الواحد يصير عنده توأم بداية؟ طيب هو طبعا شوفي، التوائم حاجة حلوة، كلنا نحب التوائم. صحيح. وبالذات لما يقولون زي ما قلتي متشابهين، بس حتى لو هم متشابهين حلوين نلبسهم نفس اللبس ونفس البكلات ونفس الطبعات أو بنفس الحال. بس هو المشكلة هو الناس لازم تفهم برضو انه التوائم برضو ما هي حاجة كده ستريت، يعني في اشياء في لها مشاكل وكده لازم نتكلم فيها. صح. طيب كيف اصلا هم يجي التوائم يعني كيف؟ هو شوف، في نوعين للتوائم رئيسيه، خلينا نتكلم عن التوائم المتشابهه والغير متشابهه. ايوه. ودور البشر في ذا الكلام بالضبط. التوائم المتشابهه يجوا من بويضه واحده وحيوان منوي واحد، يلتقوا يصير بيبي. البيبي هذا ينقسم بعدين بقدره الله سبحانه وتعالى في مراحل مختلفه. هذا بالطبيعي طبعا. ايوه هذا في الطبيعي، وهذه التوائم المتشابهه هذا البشر ما يقدر يتدخل فيه. طبعا بعض الاشياء اللي احنا نسويها في طب العقم وكذا، زي ارجاع لجنة في اليوم الخامس او استخدام الليزر والشغلات هذه بترفع احتماليه الشيء ده، بس احنا ما بنعملها قصدا، لا نهائيا لا. صح. عشان الناس لا تفهمنا غلط، لكن التوائم المتشابهه احنا ما بنتدخل فيها كبشر او كاطباء. صحيح. طبعا احنا شايفينها في المقطع. ايوه الناس. أيه. لكن بالنسبه للتوائم الغير متشابهه هذه عباره عن بويضتين حيوانين منويين مختلفين، صار تلقيح وصاروا جنينين وطلعوا. هذول اللي هم اللي ممكن البشر ساعات بيتدخلوا، لكن السؤال هل هو التدخل ده صح ولا المفروض ما نسويه؟ صحيح. طيب دكتور احنا نعرف ان التوائم تعبها كثير، يعني مصاريف ومصاريف دبل، يعني مو الواحد دبل. صح. طيب ايش الاسباب اللي تخلي الزوجين يبون توائم؟ المقدمه الحلوه اللي انت قلتيها ان التوائم حلوين، يعني ما في احد ينكر ده الشيء. بس خليني معلش لو ابغى امسك العصايه اليوم من النص، تمام؟ يعني من ناحيه احنا ما بنخوف الناس اللي عندها اصلا مشاكل في الحمل وحملت بمساعدات معينه وزادت نسبه التوائم عندها، ما نبغى نخوف من الناس دولا، بس نبغى نوعي الناس اللي هم بتخلف بطريقه طبيعيه وبتحمل بطريقه طبيعيه لا يجوا يدوروا على موضوع التوائم، لان موضوع التوائم في شويه شوائب حوالين ولازم يفهموها بالضبط. ف يعني من مشاكلها الرئيسيه الولاده المبكره، هذه اكبر حاجه. وطبعا لما اقول ولاده مبكره بتكلم عن الولاده المبكره وما يليها من مشاكل دخول حضانات، من مشاكل في التنفس، في الامعاء، في الدماغ، تمام؟ والموضوع نسبي، احنا بنتكلم لما تقولي توائم تتكلم على 2 و3 و4 وفوق. صحيح. تمام. صحيح. لكن الواحد يعني لازم نعرف انه الشغله ما هي هذا، فواحده بتخلف طبيعي تروح تدور على التوائم، غير اللي ذكرته سابقا خلف الكواليس اللي هو موضوع انه حتى الوهم والاشياء اللي تيجي مع الوهم تصير الدبل. صح. حتى زي ما قالت كمان اسرار المصاريف، بس المصاريف مو بس مصاريف، تتكلمي زي ما تفضلتي فتره الحمل صعب. صح. مشاكل اللي هو الوهم، مشاكل ضغط الحمل وسكر الحمل والشغلات دي، اي شيء كل مربوط بالحمل ارفع الريسك 2. قلنا الولاده المبكره 2 او اكثر ورفعنا طبعا احنا اتكلمنا برضو على الولاده المبكره، وبعد كده زي ما تفضلتي التعب بعد الولاده. صح. يعني اصعب شيء دائما نقول للناس احنا حتى اللي بتخلف وحده اصعب شيء في البروسيس التربيه. صحيح. مش الحمل. صح. ولا صحيح. نفس الولاده كلها ساعه ساعتين 10 ساعات. صحيح. وبعدين اتوقع التوائم شهور. لما الواحد يبكي الثاني يبكي او شيء زي كده هم يتفقوا على الام. صح. في مره كثير عليها وعلى الاب كمان. صحيح. لا استرس كثير. فيعني الناس اللي يتشرطوا في الموضوع انه مثلا انا طبيعي اقدر اقول طبيعي بس سبحان الله انا ابغى توأم، هذا الشيء يعني
حلو تقدري، بس هل انت قدها؟ هذه هي الفكره. هو بلاش نقول هل انت قدها، هو صح. لانه كثير يقول لك ايوه انا قدها، أيه. بعدين يكتشف انه مو قدها. أيه. لا 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 بطلت نفسي. أيه. خلاص بعد ايش؟ وبعدين احنا برضو يعني لما اقول لك ولاده مبكره، ما بقول انه كلهم بيولدوا ولاده مبكره. الا صح. كلنا حتى المشاهدين عارفين انه في كثير ناس بتولد توائم في ما هو مبكرين، في يعني مبكر نسبي خلينا نقول في اول التاسع وبيكونوا كويسين وكذا، بس احنا بنقارن البيبي الواحد والتوائم، فين الريسك اعلى؟ طبعا في التوائم. فما نقول كل التوائم بيولدوا مبكر، لكن الريسك حقهم اعلى من الحامل الواحد. صحيح. طيب دكتور، هل العامل الوراثي يدخل في هذا الشيء؟ في يعني الى حد ما نعم في التوائم المتشابهه، بس هو اصلا كم نسبه التوائم المتشابهه في العالم؟ نتكلم من 2-5 في الالف. قليل. قليل جدا، وهذا على اكروس العالم كله يعني احنا بنتكلم، لانه قلنا التوائم المتشابهه احنا ما بنتدخل فيها. فهي 2-5 في الالف، لكن التوائم الغير متشابهه يعتمد على حسب من بلد لبلد من دوله لدوله ايش بيستخدموا وسائل المساعده على الانجاب. هذه اللي سببها شويه تختلف. اي يعني ف صح. أي. دكتور طيب، هو اكيد بعد قدره الله. نعم. يعني في خل يعني انه يجينا توأم مثلا، في الانسان قدره كمان انه يساعد انه يجي توأم. صح. هذا شيء من قدرة يعني في الأشياء اللي بيسووها حاليا، يعني خلينا نقول كأسباب. نعم طبعا أكيد. أنت يعني زي ما قلنا في الأول، إحنا نبغى إحنا بنساعد فقط التوائم الغير متشابهة، يعني بنطلع بيضات أكثر. طب كيف أطلع بيضات أكثر؟ ممكن أدي منشطات، ممكن منشطات بالحبوب، منشطات بالإبر. صحيح. وممكن إحنا بنعمل التقنيات اللي بتساعد الناس اللي متأخرين في الحمل، زي الحقن الصناعي وأطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب إحنا بنرجع أجنة في الرحم، فساعات ما بنرجع جنين واحد، ساعات بنرجع جنين، واحيانا بسيطه بنرجع ثلاثه على حسب عمر الام، التاريخ المرضي حقها، عمر الاجنه والى اخره. فكل دي التقنيات بترفع نسبه التوائم، بس برضو بنرجع للنقطه الاساسيه، هذول الناس متاخرين في الاساس، مش أوكي. مش واحد بيخلف وبنعطي له. لكن نعم اللي يعني اذا تقولي العلم يستطيع، نعم العلم يستطيع بالضبط. ونقدر نرفع نسبة التوائم. صحيح. جميل. صحيح. طيب دكتور، خلينا نجيبها من جهه ثانيه. نعم. هل الغذاء والعمر يدخل في تحديد او في الحصول على توائم؟ اشوفي العمر الى حد ما، بس هو يعني هنا كيف حتوضح دي ان شاء الله. الوحده كل ما تقدم يعني عمرها بتقل نسبه حملها، لكن في نفس الوقت المبيض بيبدا يضعف، فالدماغ يبدا يفرز هرمون اسمه اف اس اتش، الهرمون المنشط هذا، لانه كل ما بيضعف المبيض الاف اس اتش بيزيد شويه، فلما يزيد مره كثير خلاص وقف المبيض معناته، لكن لما يزيد المرحله ما قبل الكثير يقوم المبيض يتنشط بزياده. فنلاحظ انه نسبه التوائم في السيدات اللي بداوا يتقدموا في العمر، والشيء نسبي طبعا، لكن يعني اللي فوق ال 35 37 38 الى ال 40 نسبه التوائم عندهم بتزيد، الحمل عندهم بيقل، بس لما بيحملوا نسبه التوائم عندهم بتكون اعلى شويه. صحيح. بس شائع عند الناس انه في اكلات معينه بترفع الهرمون او بتزيد من نسبه الحصول على توائم. انا نفس الاشاعات دي ما اعرف ايش اسوي فيها. وهي المشكله في الاشاعات. انت معنا اليوم هم يعرفوها بحضورك ان شاء الله، يعني توضح ايش الاشاعات. في اشاعات صحيحه وفي اشاعات لا، ما هو صح. طبعا الغذاء وما الغذاء ما له علاقه في موضوع انه نزود نسبه التوائم، لا ما له علاقه طبعا. صحيح. طب دكتور، بيقولوا انه مثلا الوحده اللي وزنها زائد اكثر عندها فرصه اكبر انها تكون يجيها توائم، هل هذا صحيح؟ لا، خلينا نقول الناس يعني لو أبغى لا، هي مش هي تفسير خاطئ لبعض الناس. يعني مثلا اللي عندهم حاجه اسمها تكيسات مبايض، هذول بيكون بالعاده وزنهم ازود. اوكي. فاللي وزنها ازود وعندها تكيسات مبايض، مبيضها ما بيستجيب كل شهر، ما بتعمل تبويض كل شهر. فبالتالي نسبه الحمل عندها اقل، لكن لما تاخذ منشطات بتطلع بويضات اكثر، فكثير منهم بيحملوا بتوائم. فقد يكون النظره انه الناس بتشوف الناس اللي يمكن وزنها زايد عندها توائم يكونوا واخدين منشطات، هم ما هم عارفين الناس. صح. فانا سمعت انك حامل بتوأم، ولا هذه اشاعه كمان؟ بامزح. أنا لا ترجعني على نفسي، خليني اتزوج اول. لا يعني قصدي الاشاعات هذا، او تفسير الشيء الخاطئ ممكن هو اللي بيخلي الناس تعتقد هذا الشيء. صحيح. نعم. طيب دكتور، بتجيك طلبات غريبه كذا انه ابغى مثلا شكله كذا، ابغى عينه كذا، ابغى توأم، ابغاهم ثلاثه، ابغاهم اثنين؟ هو شوفي، طلبات التوائم انا يجيني يوميا، لو ابغى اكذب شويه يعني عشرات الرسائل، اكثر من عشرات، ما اقول يعني شائع عندنا هذا الموضوع، صار الناس يطلبون. ايوه، لانه بيطالعوا في الجانب المضيء الحلو الجميل اللي كلنا نحبه وانا احبه، لكن غافلين عن الناحيه الصعبه اللي فيه. يعني خلفت يعني مثلا اذا واحده حددت انه هي تبغى توائم،
بعد كده هل الجنين او الاطفال ممكن يكون فيهم تشوهات خلقيه او فيهم يعني ياثر عليها وعلى الجنين بشكل سلبي؟ لا، احنا زي ما قلت لك الولاده المبكره عواقبها، لكن كتشوهات كاختلاف في الخلقه لا. يعني ما بنسبه لما تعملي تبويض لوحده وتزيدي لها تبويض ما ترفع احتماليه لا سمح الله تشوهات لا في الكروموزومات ولا التشوهات الخلقيه في الاعضاء، لكن بتزودي زي ما قلنا نسبه الولاده المبكره والشغله نسبيه. طيب دكتور فواز، ايش التقنيات الجديده اللي صاروا يستخدموها دحين اللي هي اطفال الانابيب، ايش الحقن الناس اللي ما بيخلفوا بالضبط؟ هذه الاشياء كلها ايش في تقنيات جديده ممكن تساعد الواحد؟ يعني بالنسبه للتوائم قصدك كنت برضو للتوائم او الولاده بشكل عام؟ نعم. لا هو شوفي يعني الحمل له اربع طرق فقط، الطبيعي، التنشيط مع الطبيعي، والحقن الصناعي والانابيب. هذه زي انا اشبهها بالسفر، طياره وسياره وباخره وقطار، صح؟ يعني ما لها الى الان ما اعتقد في تقنيه اخرى، لكن بعد كده في تغييرات بسيطه في كل تقنيه، يعني في اطفال الانابيب في اشياء يعني تقنيه جديده بتساعد على عمليه نجاح اطفال الانابيب، من ابر صينيه، من ليزر، من صمغ اجنه، اشياء جديده. في تقنيات اللي هو فحص الجنين قبل الارجاع الى رحم الزوجه، اكيد سمعتوا يمكن دوبكم الخبر حق ما ادري هي ما يدعي للبي بي سي بس نزل في البي بي سي اللي هو بيتكلم على الجنين اللي نتج من ثلاثة اشخاص. طبعا اللي يقرا كذا الخبر هذا غريب. اوكي صحيح ولا اشاعه؟ يعني لا عرفت انه في رجال جرب يخلف وجرب يعمل يزرع رحم، بس هذه اول مره اسمعها. لا هذه لا، بس لا هذه شوفي طبعا دور الميديا هنا في اظهار يعني التشويق زي ما نقول يعني. اوكي فاللي يقرا كذا يحسب انه ثلاثه اشخاص مشاركين، هو مو كذا طبعا. تلقين لا هو 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 في عائله عندها مشكله في مرض وراثي معين، الامراض الوراثيه دي بتتناقل، انا بقولها بشكل بسيط يعني ببسط الفكره مره. يا ريت. وعندهم مشكله في تتنقل عن طريق حاجه اسمها الميتوكوندريا، عباره عن جسم موجود جوه الخلايا، فهو حدث الحمل ببويضه الام، الحيوان المنوي حق الزوج، فهم بس الاثنين مع بعض، لكن استخدموا فايش سووا؟ هم اخذوا النواه اللي هي النواه، كل خليه فيها نواه. أوكي. والنواه جوه الكروموزومات، والكروموزومات تحمل الجينات اللي فيها الصفات الوراثيه، فالنواه حقت الزوجه والنواه حقت الزوج يعني الصفات الوراثيه حقت الاثنين، لكن الخليه البويضه نفسها اللي فيها الميتوكوندريا دي اخذوها من سيده اخرى ما تحمل المرض هذا، وزرعوا نواه هذه السيده الزوجه التي بتحمل في البويضه هذه، واخذوا الحيوان المنوي حق الزوجه هذه ولقحوا وتكون الجنين وحصل. طبعا احنا هنا ما بنتكلم، انت سالتوني سؤال وانا كده تحمست شويه وشرحت. لا حقيقه الموضوع يعني حمس الواحد يعرف الصراحه. لكن طبعا يعني لسه الموضوع هذا فيه تحفظات اخلاقيه بقول يعني من ناحيه اخلاقيه طبيه ميديكال ايثكس، يعني لسه فيه تحفظات، يعني مو كل الدول لسه مقرته وكذا، طبعا في اكيد حيكون في تحفظات اخلاقيه وشرعيه طبعا، لكن هذا مو حديثنا الان، هذا من باب بس الحماس لما سالتوني. صحيح. ففي كل يوم في حاجه جديده وفي اشياء جديده، والعلم يقدر يسوي ترى اشياء كثير، السؤال هل احنا نسوي؟ هل الصح انه احنا نسوي ولا لا؟ صحيح. هذا هو، يعني صحيح. الاستنساخ سوري يعني ان كان باسترسل، لكن صح. الاستنساخ من الاشياء اللي نسمعها في الحيوانات والجميع بكرامه يعني، لكن ونقدر نسويها في الانسان، لكن السؤال هل هو صح؟ الجواب لا طبعا. صحيح. فيعني اشياء العلم الانسان لازم صحيح. يحكم اخلاق وشرعيه وشرع. اكيد. دكتور فواز ادريس استشاري النساء والولاده، شكرا لحضورك معنا اليوم في برنامج سيدتي، حقيقه استفدنا من كل المعلومات اللي انت قلتها، وان شاء الله مشاهدينا كمان يكونوا استفادوا. الله يخليك، شكرا لك. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا فقرات سيدتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، آلاء صادق وجدت نفسها من خلال موهبتها عن طريق المكياج وأسراره.